التحير الزاق يا كريم يا الله يا الله قالوني من مستشفى القرية إلا هو خطير. زوجته كم وكلتي راوية محمد أحمد الرياحلي. والله طلعت خطير يا يحيى، ما كنت متوقع أنك بهذه القدرات. ريحانة ناصر المناوري، الدكتور كتب لي خروج. معلش ما تشير قولي. بقي ما تهمك الريحانة. عاصي والدي قصير العمر، لكن الله يعجل بيومي. أنا ضمنت على بنش قدام الدكتور أنور وأهل القرية كلهم. أي حين نزاح القمة هذا ونرتاح وترجع لك أمك يا ولدي. عادك ذكرت إن لك بيت وأب. حيا حيا نورت المدينة. النور نورك. تفضل. ليش بتعبي نفسك؟ مالك مهموم، من حين روحنا وانت هكذا على هذا الحال، خليها على ربك. كل ما اقول انسى الماضي، مشاكل الماضي، يرجع القدر ويفتح لي المواجع من جديد. كل هذا علشان سمعت اسم ناصر المناوري؟
يمكن تشابه أسماء. يحيى وريحانة عيال ناصر المناوري، بعد باقي بينهم بنت. رضينا بالهم والهم ما شش فلتنا، ولكنها مشت 20 سنة وكل الذي حصل هذاك اليوم أتذكره كأنه أمس. يا غردة يا ما قلت ناصر، رحلك من السد ومشاكل الرياحين والمجاورة، لكن ما أسمع كلامي. وآخرتها صابر انقتل في أرضه. راجح، إيش الذي حصل يا راجح؟ وبعدها كنت خايف من حبيبي المقتني، ويعرف أن ناصر مخبيني في أرضه. ما قدرت أقر ولا استقرت هيك الليلة، وصرت لبيت ناصر. كنت خايف أحد يشوفني، لكني غامرت بنفسي من خوفي على ناصر. يا الله عظم، يا الله راجع. ليش خرجت؟ مش قلت لك لا تخرج؟ يا ناصر اخي يا ناصر، ايش بدي اقول لك ايش اللي حصل؟ يا اخي ما عاد فيني الصبر. يا الله يا الله، هيا غلقي على نفسك البيت وانا عاد اسير وارجع بسرعه. يلا انتبهي، يلا مع السلامه. الي ناصر، الله يجعله خير ان شاء الله باذن الله. بس 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 يا حبيبتي، بس افتاله، انا افتاله الكاميرا حقي. بعد ما حكيت لناصر ايش الذي حصل لصابر، قلت اسير اكلم اخي جابر. ما وصلت لحد البيت الا بنفسه بحرك حريق، والقريه مربوشه. يا راجح يا راجح، جابر داخل. اينو راجح؟ وجابر هرب من بعد ما بصرني عند صابر وقت الحادثه، خاف انهم يقتلوا بدلي. ما قدرت اتقدم ولا خطوه أو أقول لهم إني بخير، خفت من المجاورة ما يصدقونش، وخفت أكثر بعد ما سمعت الذي وقع الناصر. يا رجال يا ريحنا، الحقوا ناصر المناوري قتل. ها؟ انقتل الشخص الذي كان يشتي يثبت براءتي، ومات معاه الأمان، وخفت أكون القتيل الثالث. يا حسرتي ويا قهري عليك يا ناصر، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله شاهد يا مجاورة ويا رياحنا إن حضورنا هذا بطلب من الحاج مقداد لأجل نوقف الدم الحاصل بينكم. أنا شا أقول حكمي، إذا عجبكم أهلا وسهلا، ما عجبكمش حكمي أمامكم المحاكم. ما قلتوا اسمع حكمك أول يا شاهد. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك. الأخ حبيب المجاوري بيطالب بدم أخوه صابر الذي قتل على يد راجح، واحد من رجالكم وفي أرضكم، وأنتم ما انصفتوه، هربتوا القاتل. والمجاورة بتدعي أن ناصر مقتول وعلى يد واحد منكم. اسمع يا شيخ شاي، احنا طلبنا تدخلكم عشان توقفوا حبيب شره، لأن اعتدى على بيت راجح وحرقه. أنا ما اعتدتش على حد، وبعدين لا راجح ولا أخوه كانوا موجودين في البيت. اهدؤوا يا جماعة، إنكم الهداة وقد قتلوا مننا غنايم. اسمح لي يا شيخ شعيب أكمل كلام. حبيب من حقه إنه يطلب دم أخوه، لكن يا جماعة الخير بالنسبة لراجح، هو خرج من القرية في ليلتها، ولو كان هو موجود هنا في القرية والله إن احنا سلمناه بيدي. أما أنكم تتهمون بمقتل ناصر فيا عيبة يا عيبة، هذه كبيرة. أنتم تعرفوا معزة ناصر عندنا، وقاتله مجهول لليوم لليوم، وإحنا ما قدرنا نتهمكم ولا نقدر نبري أنفسنا منه. أنتم غرمانة،
أنت ومخفي جابر وراجع. جابر خاف وهرب من القرية بعد ما أحرقتوا بيت أخوه. ويعلم الله إن إحنا لا نعلم متى خرج من القرية وإلى أين سار. صلى الله على رسول الله. اسمع يا حبيبي، ما مش معك إلا حل واحد. الرياح إن تحصر ممتلكات راجح وتدفع دية أخوك، وأنت ما عليك إلا تسامح وتغلق الموضوع. أما بالنسبة لراجح يحرم عليه دخلة القرية وهو عايش. مش تشعوض بالمال، أشتي دمخي. حقك عند راجح، إذا لقيته اتفاهم معه. عاد ألقاه وأخذ دمخي. ما قد كملت كلامي. لا تتعب نفسك يا شيخ شعيب. الظاهر أن حبيب في رأسه موال ثاني وبيدور مشاكل. حميد خليه من أكبر منك يتحاكى. الظاهر أنك تشتي تلحق بعد أخوك. حميد اسكت. حج مقدام، عرفتوا قاتل ناصر؟ لا عرفنا القاتل ولا خرجنا لا طريق. قلنا احنا نمشي بحكم الحج شعيب، نسكت حبيب ونديد يد اخوه. وانا يا بنتي بين ادور على بصائر ضايعه من اراضي راجح، وزوجش ناصر عنده بصائر وانا اشتي ابصرها. تمام حاضر، تفضلوا اجلسوا في الحوش وانا شادخل بسرهن. شكرا لك يا بنتي. جهزت جي جلس. حاضر يا حاج. هؤلاء البصائر الذي عندي. هذا كل البصائر؟ ايوه باش اللهن. أخرتني هالة. سهل، اتأخرت على خالش بالصبوح. أبزدلنا هالة الصبوح؟ ماشي ماشي، جلسي جلسي وكل لكم قبل ما تسيري للبرك. هو عايش ذا الحين، يلا جلسي. حاضر يا أما.
بتفحصها وتعاينها، والسيارة عندك من أمس، زعم إنك عاد تشتريها. أنا أقول لك السيارة كارت نظيف. وأنا ما قلتش إني مش نظيف، بس أنت عارف السوق اليوم من هذا بارد. بارد. نقمة كلامك هذا متغيرة. وينو حساب السيارة الأولى؟ اصبر شوي، نبيع السيارة هذا وحاسبك حق ثنتين السيارة. ما اتفقناش على هذا الخبر. أنا أعرف فلوسي أربع رزم أبو ألف قبل ما توكل. شلحت. أنت آخر واحد تتشلح يا أبو سعود. صاحبك أمير جالهانا وشل كل الفلوس اللي بيجي. أولاً أمير بشو صاحبي، وثانياً أنا أعرف فلوسي منك أنت، وإذا عجزت تعذر لي بأمير الله الغني عنك، شو أصير أدور لي واحد ثاني. ومن هو هذا المغفل اللي حيخاطر بمستقبله ويبيع سيارة مسروقة؟ طيب شل السيارة هذا والسيارة هذك وبيع الثنتين، وما لقيته لك حلالك، ودي دفتر الحساب وغلق حساب بيني أنا وانت. شاجي لك آخر الأسبوع واشتري حساب السيارة الأولى وحساب هذه السيارة. قلت لكم ما عاد القوش حد غيري. صبرت لك ولكن أنا جالس تحت ماجل بعدها. وين صرت أمس الليل؟ أمس صرت نقول للعفش مع صاحبي. ما جاء صاحبك نقول أثاثهم الله نص الليل؟ هيا جيب سير أختك جننتني وراضية تاكل شي من أمس. لازم تاكلي عشان صحتك وعشان تبخري، الاكل مفيد للجسم. قد اكلت ولو لازم تاكلي. انت داري ان هذا الاكل كله عشانك انت وحدك، ما فيش احد ياكل معك ثاني. ما اقول يا يحيى اش اقول لك حاجه، انا فاقده لو مش ترجع القريه. صدق حتى انا تصدقي انني فاقد لهذا الاكل كله، اش تاكله ولا بقي حاجه. زعل عشان راوية؟ أيوة، لأنه قد جهزنا كل شيء للعرس وجهزت ملبس أنا وسلمى. ما هذا الحظ الذي معي؟ أنت تشي راوية تفرح؟ عشان راوية تفرح أنت لازم تبخري وتفتحني. ماشي راوية ما عدتك ماشي شتفتن صح؟ هيا مالها يا يحيى. يا خالب سرية ريحانة تشي تصير القريع عند سلمى، وسلمى بشغلني تشي تجي المدينة. بالله علش هذا الأخوات. الناس أبرت لك أنت وخواتك. لم سبرت لي إذن. لحظة كلي أنا تبقى حاجة إن شاء الله بزي هكذا كبير كبير. ها هذا بكله. يلا بسم الله رأي هكذا. بسرعة 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 كلي 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 بسرعة 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 بسرعة. أيوة جدي جدي أنا تبقى خريف في هني أديرش عصير. مدري فنجين الحبوب النومات. ما من حبوب منومي يا خال، خلاص كذا المرت تعبه، يكفي حبوب حرام. يا علوي لا متى نالهاش حبوب، عاد يجلس فوق قبر امك طول اليوم بين الشمس. الله يرحمه. الله يرحمه. فالحين كيف حتفعلنا يا ابا؟ الوايد قال ما عجي. ليش؟ قال لك ما بجمع بترول والدنيا ازمه. كذو حظك، عرس اليتيم يختزق الطبل. الضيوف عجوا وما بجمع انا ما، دبر لنا ما حتى لو تتحسد. ها؟ الضيوف عايشة وما بش معانا ما، دبر لنا ما حتى لو تتحسد. ها؟ ما مالش ما مالش ما ما أنا داري منين أجي لبني عبود.
ولا انا داري ام بي سير وما بفعل كل شيء بفعل من راسه. الصبر يا اخي الصبر. ما لقيت من يفهمني في الدنيا هذا. انا فاهمه عليك. انتي لا بتفهمي ولا بترحمي. واللي قد فعلتي ما قد فعلها حد. او اذكرش ما عاد خليتي ديوان في المجاوره ولا في الرياحنه الا وانتي بتدخلي وتسمعي بنا امه الصلاه وعلى سبمه على سب الماء. كل ما كبرنا قلنا يمكن نسيت وبطلت المعاهره حقك. نلقاك هذاك انت فراس الذي لو ما يزعل من اي حد يرجعها فوقي. طبعا ابي ما هوش عارف اني دخلت المدينه. شكرا. كنت عاد حاكي عقلق عليك. ابي يقلق علي من الحين ابي وابوك بيسالوا علينا والله ما مدارين اي نحن. والله انه صدق. ذحين ما هو عن تسانا طول اليوم. شويه ورحنا. مالك من نفسك ضابح مشك طبيعي. اليوم عرسها يا عبود. الدنيا خسيسه. اخذت مني كل شيء. صلي على رسول الله. مالك يا رجال ماشي اول ولا اخر بنت. خلي على ربك الدنيا اخذوا عضا. ولا بد ما تفرج. Thank you.
من يوم ما قتل ابوك مات الامان عندي، ولو ارجع ما حد حيصدقني او وقف معي. طيب ليش رجعت اليمن يا عم لاجح؟ تعبت يا ولد، تعبت من الغربة، بس رجعت وانا خايف ينقبض علي او احد يقتلني، لكن قديم خارج من ارحم الراحمين ان حبيب ما بلغش علي. على الاقل كنت عاد سافر القريب. كان نفسي يا ابني كان نفسي، لكن انشغلت بمرض هدى ويوميه واحنا في المستشفى. طيب عادك ناوي تسير القريه؟ احسن من الخرابه اللي في القريه. اصحك يا عاد احلى. عرفنا بضيفك يا وليد. هذا عبود صاحبي، وهذا غسان اللي كلمتك عليه. حياك. حياك. هذا شنب ولا سقالة؟ طفي الغمازة وعطل في يمين. عبود من؟ أنا عبد الله فراس المناوري، وبيسموني عبود. كذا أنا جاوب. ما تعبت وأنت بتقرب لي الماء؟ اللي بتفعلها غلط يا علوي، عاي سبب لنا مشاكل، والمشاكل مش بس لي ولك، المشاكل لي ولك وأهل قريتي وقريتك. فهمك كفاية يا رياحني. لحظة يا مجاورية، ليش تيجي تفهمي؟ مشاعري معيش صادقة، وحس المشاعر اللي كانت صادقة، وأنا عارف بالمشاكل اللي بيننا من حجمها كبير، لكن علوي بن محمد الرياحي هيثبت ليش إنه شاريش أمام الله والناس، ولا يمكن السد يكون عائق بيننا مهما حصل وكيف ما كانت الظروف. هذا بيعبي أكثر من ساقية، يعني بيكفي قرية كاملة ولأكثر من شهر، خاصة إذا ما فيش أمطار. أي والله، وما تعذبوا الناس إلا عندما تغلق السد. طيب تقدر توسعوا الساقيات من الأراضي منشان يمتلي السد، وكمان تقدروا توصلوا الماء لجنب البيوت. ما نقدرش، الذي يشتي ماء يجي لها أنا للسد. شوفوا الموضوع بسيط جدا، ما يحتاج كل هذا التعقيد. احنا نشي نوصل مواصير من السد ونقربها للاهالي، يعني بنقرب المواصير من السد لاكثر من فتحه. ما شاء الله. كان قلت لي اتمشى المواصير، ها؟ والمواصير حقش هذا في ارض من اتمشيها؟ بارض السد والاراضي المجاوره، واعتقد ان المواصير ما بتاخذش اي مساحه. ذا الحين قل لي أنت وهي ما عاد بش معاكم عمل، ما عاد بش ميرا، فلتوا قضايا الدنيا كلها وجالسين تلعقون على السد حقنا، عاد شي أعمال؟ حميد اهدأ. اهدأ أنت، ما بتبصرهمش من أول، جالسين بالقلم والمسطرة، معاكم عمل ثاني؟ ولو ما يسبرش هولا ضيوف. ضيوف عند الحاج مقدار في الديوان حقه، مش عندي أنا. بدي يعاونش. ماشي يا بنتي، كفايتش بالبارد الذي فوقش.
أنت أصلاً يوم ما يعجبش التعب، خاصة من بعد ما سار يحيى. أسألتكم بالله يوم ما إيش عاد باقي معنا في القرية؟ أنت أصلاً ما عاد فهميني إيش ولا شفهم. أحلى غيبك يا يحيى، الله يرجعك لي بالسلامة والعافية أنت وأختك. قلني بتشتغل؟ يعني تقدر تقول يوم أيوه وعشر ماشي وهكذا يعني. طيب كيف بتفعل بعلاج أختك وانت عارف أن الغسل الكلوي هذا يحتاج زلط خيرات؟ الله يخليها على الله يا عم باجح. ونعم بالله، لكن الإنسان يسعى والله يتكفل برزقه بعد الإحباط هذا. يا صفاء يا صفاء، سمعت كلامش وقلت له يبتعد وما قلش. علوي بيحبني، قال انه يشتيني عاد قدم لي يخطبني، قال انه يشتيني امام الله والناس. حتى ولو هو صادق مش مستحيل تتزوجه، لانه اللي ما صبرش زمان ما يصبرش اليوم. ونصيحة مني ابتعدي عن علوي قبل ما يكبر الموضوع ويوصل له عند جدش ولا عند اهله. يحيى، أنا قررت أخطب هالة والذي يحصل يحصل. كيف أبوك وعمتك؟ والله الحمد لله بخيرين. وأنت كيف أبوك؟ مدري. كل واحد منكم يشبه أبوه في طباعه. كيف لو ما جيت لعندي لهنا؟ والله ما شغلت وليد يوصلني لعندك. الناس كلهم بيهربوا مني وانت تجي لعندي قريبة. الو، وين انت يا وليد؟ أنت مسعود، نفذت المهمة ولا لا؟ الآن تحرك على الغلط ممنوع، فهم؟ يلا تمام. سليم سيرتي عمير والحق بعدنا، توفي قدوم في الطريق. شكرا يا دكتور. كم عندي؟ 3000. جزاك الله خيرا. اليوم بس حسيت ان نيتي ما يحيى، منعي وقف معي وكيف حاكي عمي وخالي. انا يا علوي ما دهمش، خلي كل شيء على الله والباقي علي ان شاء الله بعد الله. ايوه
طول ضم الأيام يا سد الغريب هل من مجيب إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب صرنا جروح للوقت وأحزان السنين هل باقي روح للكره ولا للخلاف حلمي ما فينا ولا غير الحنين متفرقين حتى من الفرحة نخاف عمري الخلاص مكان بارود ورصاص كم من عيون تصرخ لنا يكفي خلاص أي العمر رضا أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع أي العمر رضا أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق الغروس